يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا. العناية بالبشرة ليست حكرا على السيدات وما بتقتصر على عدة الحلاقة فقط عند الرجال، لأنهم كمان بيحتاجوا إلى العناية ببشرتهم، خاصة مع تزايد الوعي بالعناية الذاتية في الأونة الأخيرة. خيارات كثيرة ممكن أن توقف عقارب الزمن وتحافظ على بشرة الرجل صحية وأكثر شباب. قد تبدأ بأشياء طبيعية وتمتد إلى أخرى تجميلية مثل البوتوكس، البي آر بي، الكربون وعلاجات كثيرة ثانية. طبعا يسعدني يكون معنا هذا الصباح دكتور معن الخطيب. يسعد صباحك وعيد أب سعيد، إن شاء الله ينعد عليك بالصحة والسلامة ولكل الأباء اللي بيتابعونا. صباح الخير لكل، صباح الخير هند، وكل عام لكل أب، لكل حدا، كل راعٍ وهو مسؤول عن رعايته، كل رجل هو يداير باله على عائلته، بنقول له كل عام وانتم بخير. واللي مش داير لا للكل للكل، بس احنا بنخص، بنعطي العموم والخصوص. طبعا اليوم نحن حابين انه نعتني بجمال الاباء وايضا كل الرجال من خلال فقره بيوتي كلينك. دكتور خبرنا شو هي الاجراءات التجميليه الطبيعيه والتجميليه في نفس الوقت اللي ممكن يستفادوا منها. حيث انه نحن بدنا ناخذ هيك خطوه بس سريعه. هلا اول شيء الحمد لله انه شوي انصفنا نحن الرجال واخذنا يوم عيد وهيك عم نحتفل فيه ونحس حالنا انه عندنا عيد معين. فهذا بنقول نحن كل عام لكل رجل. واثنين بنقول بالكالتشر تبعنا الرجال بشكل عام كثير بيهتموا بعائلاتهم بالحواليهم، سواء كان متجوز او اولاد او عائلته اخواته او اهله، وبينسى حاله. نعم. ليتذكر حاله الحواليه لازم يذكروا. اكيد. والاهم من كل شيء قبل ما نروح نحن شو الاجراءات اللي بحتاجها تجميليه، لازم هو يحتاج لاجراءات صحيه وقائيه. ممارسه الرياضه، المشي الخفيف، الاهتمام بالدايت، ساعات النوم، هي كله الامور بينعكس على بشره الرجل. صحيح. شرب الماء بالتحديد والاب بالتحديد، خاصه اذا عنده اولاد ومسؤوليه كبيره بهذا الوقت الصعب. لذلك نحن دائما بنركز على موضوع الستايل لايف، وبعد منا بيجي دورنا البسيط بعملية التتش البسيطة للبيوتي. نعم. طيب دكتور نحن السيدات معروفين بالروتين اليومي، بشرة الرجل تختلف كليا عن بشرة السيدات، شو الروتين المناسب للعناية بالبشرة؟ بالنسبة للرجال هلا السؤال دائما نحن أينت بدنا نبلش بالعناية بالبشرة وبأي عمر؟ إذا نحن بناخذ شو العنايات بالبشرة كلياتها أو شو هو بحاجة الرجل بمرحلة معينة؟ نحن بناخذ عمر تقريبا بالسيدات، نقول شوي تكون الامور واضحه، عمر ال 27 بنبلش بالبوتوكس، لانه السيدات والموضوع المعالجات البشره بنبلش باعمار اقل معهم، لانه كثير بيحطوا موضوع الكريمات والمساحيق والميك اب، هذا بيأذي البشره وموضوع الشمس وغيره. الرجال بالعكس ما عندهم هي قصص المساحيق والكريمات، فهن جزء من هي المشاكل. والله صاروا بنفسه، صرت بتروح على اي شوب بتلاقي ما شاء الله عليه ماخذ القام كامله، بين ترطيب بين زيوت بين كل شيء. تغير الوقت، تغير الزمن، تغير الفكر في نفس الوقت. اكيد اكيد، وعم يهتم بهالقصه، بس مو مثل السيدات، فهو عنده جزء حتى لو بيحط او بيعتمد الكريمات هي بحطها بالحد الادنى، فما عنده استخدام يومي عليها، والسيدات بحطوا كريمات اسمك. لذلك نحن للعنايه بالبشره بنأجل للرجال عمليه صغيره بسيطه شوي لنقولها 35 سنه، لتبلش عنده علامات التعب او الخطوط بسيطه تطلع، هون نحن بيجي دورنا الوقائي لنبلش نعمل الوقايه للبشره وللمشاكل اللي حتظهر. طب كيف ممكن تستفاد بشره الرجل من البوتوكس؟ البوتوكس تاثيره بسيط، بياثر على العضله فبيعمل لها ارخاء. أنا بستخدم بوتوكس، بعتبر البوتوكس حاجة طبية قبل ما تكون حاجة تجميلية. نحن كثير بمجهود العمل وخاصة بالرجال بيشتغلوا 8 ساعات أو 10 ساعات أو مثل حكايتي طبعا بنشتغل 12 أو 14 ساعة. فبكثير بصير عندنا أكثر شيء تعب حوالين العيون. أكيد. هيدا التعب حول العيون بينزل الجفون لتحت وبيبلش الرجل بحاجة لبعض الأحيان تصحيح نظر بالنظارات أو مس ماتشنج بالرؤية، يعني عدم مطابقة بالرؤية مضبوطة. البوتوكس بعمر صغير شوي نقول بال 35 40 حيساعد العضلات اللي حوالين العين انه يفترخي له اياها ويساعده انه يفتح له العين كامله بدون ما يكون طبعا الحواجب مرفوعه وهي المنظره، لازم يكون في براو ليفتنج هيك، اوكي؟ يعني نعطيها الحركات كلياتها، بس هي بتساعده طبيا، ومنها طبعا بياخذ تجميليا لانه هو ما بيقعد عنده كروس فيت الخطوط اللي هي خطوط العمر الشديده. طيب دكتور شو الخيارات بالنسبه للرجال بين البي ار بي او الكربون او ربما لجوء بعض الاحيان الى الجراحه، هل هذا خيار ربما متوقع مع مرور الزمن؟ نحن بدنا نحكي بشغلنا بنقسمه ثلاث اقسام،
قسم مثل ما حكيتي بسيط معالجات بشره مثل هاي الطاوله عم نشتغل سوبرفيشال، عم نعمل البلازما، عم نعمل التريتمنت التنظيفات البشره، بيكون احيانا عندهم كثير بورس بالبشره، حبوب، عندهم مسامات، هي بتحتاج لتنظيف بشره، بتحتاج لبلازما لتعمل له فيتامينز. وعندنا لاينز هو الانجكشن البسيط اللي هو بنسميه سكند لاين، بنحط شويه نحن بعض الاحيان مواد هيرونيك اسيد فيلر بسيط مؤقت، ممكن كمان يستفاد منه خاصه بالاماكن التعبانه اذا هو خاصه فقد وزن كثير، عنده خطوط، بتساعده كثير انه هو يرجع ملامح وشه الطبيعيه. ورقم ثلاثه نحن بنحتاج لجراحات بسيطه. دكتور انت عندك جراحية. تقنيه خاصه اسمها ماكس فاكس، صحيح، اللي ممكن عندها تقنيات محدوده، ممكن بس تشرح لي شو هالتقنيه وكيف ممكن يستفادوا منها بشكل كبير الاشخاص؟ تقنيه الماكس فاكس انا صار لي تقريبا 10 سنين بشتغل فيها، تريد مارك اللي بتعتمد بشكل كتير بسيط على التغيرات الفيزيولوجية اللي بتصير على الوجه. يعني إحنا مع العمر بنفقد الديب فات، بيخف عنا الجزء من العظم، بيمتص. تعتمد على ماذا؟ فهي التغيرات أو صحيح بتعتمد على أي تريتمنت بدها تكون، بس تعاود عن هاي الأجزاء المفقودة. فممكن نحن نعملها بالفيلرز والبوتوكس، نبدا نحتاج نحن جراحه بسيطه لنقدر ناخذ الشكل الطبيعي. الاند ريزلت تبعها هي كثير مناسبه للرجال، لانه الرجال ما بيحبوا الشكل الزائد، بيحبوا الشكل الطبيعي. طبيعي جدا. فالماكس فاكس حتعطيهم الشكل الطبيعي بعمره الطبيعي، بس الشكل الاجمل والصحي له. دكتور شو الفيتامينات اللي بيحتاجها الرجل للحفاظ على شباب البشره؟ ممكن تكون تنأخذ كمغذي او ربما كمان تنأخذ من خلال التابلتس او مكملات؟ هلا بالنسبه نحن بنحكي على مستوى منطقتنا والخليج والشوب، نحن كلياتنا بهذا الوقت بحاجه لفيتامين دي، كل الناس عندها عجز بفيتامين دي، ففيتامين دي هو رقم واحد يؤخذ. بقيه الفيتامينات يفضل انه نعمل تحليل دم قبل ما نعطيها ونوصفها. ثلاثه ببعض الاحيان اذا هو عنده متابعه دوريه بالعيادات بنعمل البلازما، لانه البلازما تؤخذ من الدم وهي تركيز كامل لفيتامينات طبيعيه بيتم حقنها بالاماكن المناسبه او الاماكن التعبانه اللي هي في عنده ضعف البشره فيها. نعم، يعطيك الف عافيه دكتور. بس عندنا اكيد هديه لك، انا بشوف بس اذا ممكن يوسف او موجود الهديه. طيب بنفسي احلى شيء، يعطيك الف عافيه وشكرا جزيلا لك.